تشهد بعض ولايات السلطنة هطول أمطار متفاوتة الغزارة مع بدء تأثير منخفض جوي يتوقع أن يستمر لمدة 3 أيام. حصلت السلطنة على المركز 4 عربيا والخمسين عالميا في مؤشر المرونة العالمي لعام 2017 ضمن 130 دولة، والذي يستخدم للدلالة على قدرة الاقتصاد على مواكبة متغيرات الاقتصاد العالمي. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل اليوم بواقع دولار 1.54 سنتا ليبلغ 49 دولارا و80 سنتا للبرميل. تنظم وزارة السياحة اليوم فعالية الشعبانية التي تعد إحدى الموروثات الشعبية التقليدية، وذلك بمسرح حصن السنيسلة بولاية صور. نظم المجلس الاستشاري الطلابي العماني بالمملكة المتحدة مؤخراً النسخة الثانية من مسابقة القرآن الكريم للطلبة العمانيين الدارسين هناك.